واهلا بحضراتكم. لقاء بيتجدد يومين على شاشه النيل الاخبار وبرنامج من القاهره، وابدا باستعراض اهم الاحداث اللي حصلت وحدثت على اهتمام حضراتكم على مدار اليوم. الرئيس السيسي في خلال اجتماع عقده لاستعراض موقف حركه السياحه واجراءات الحكومه للترويج للمقاصد السياحيه، وجه بتعزيز عدد الاطقم الطبيه بمطارات المدن السياحيه لاجراء المساحات الطبيه للكشف عن فيروس كورونا وزياده اعداد هذه اللجان. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار. وقد عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصة مع بدء موسم السياحة الشتوي، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك ما تم مؤخرا من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، والذي يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين. كما استعرض السيد وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية والاستعداد لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر في إطار احتفالية الكشف عن طريق الكباش، وذلك بعدما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة كالهوية البصرية وتطوير الكورنيش ورفع كفاءة المنشآت والمباني. وقد وجه السيد الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمرارا لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دوليا ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحديث الإداري الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمي، خاصة ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين. كما عرض السيد الوزير النشاط الدولي لوزارة السياحة والآثار بما فيها المشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة يونسكو ولقائه بالمسؤولين وعلى رأسهم السيدة مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة في ملف الآثار والمتاحف. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على هامش زيارة لمعرض اكسبو 2020 في دبي اوضح في الكلمة التي القاها ان الحكومة حرصت منذ بدء المعرض معرض اكسبو على ان تكون المشاركة فيه متميزة من كافة الجوانب، سعيا للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الاقليمي والعالمي. ويرفرف العلم المصري في أرجاء معرض إكسبو دبي 2020 احتفالا باليوم الوطني المصري، وتتعدد كلمات الإشادة بجناح مصر بالمعرض، وتأتي التفاصيل كثيرة في حديث رئيس الوزراء عن استراتيجية التنمية في مصر ومدى الإنجاز الذي تحقق على مدار 7 سنوات. سيتعرف الضيوفنا على ما تحقق من إنجازات على أرض مصر من مشروعات قومية عملاقة
في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والصناعات والنقل والطرق والزراعة والإسكان والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موضوعات التنمية المستدامة والتعايش ورفع جودة الحياة، متمثلة في الارتقاء بجودة التعليم والاهتمام بالصحة العامة وإثراء الثقافة وتمكين المرأة وتشجيع الشباب والاهتمام بذوي الهمم. وفي ثنايا حديث وزير التسامح والتعايش الإماراتي بدا مدى التقدير لمشاركة مصر كموطن للفرص والازدهار وكإضافة حقيقية لمعرض دبي. نعبر عن إعجابي الشديد بهذا الجناح الرائع الذي يعبر أبلغ التعبير عن حضارة مصر العريقة وتاريخها وإمكاناتها ونظرتها للمستقبل، بل أنه يكشف بوضوح عن تاريخ المصريين وإنجازاتهم السابقة والراهنة، ويفتح لنا آفاقا لحقبة جديدة من الفرص مع الاحتفال برؤية تؤسس مستقبل مزدهر في السياحة والبنية التحتية والتعليم وغير ذلك الكثير. وعلى بعد خطوات من منصة الاحتفال يتربع الجناح المصري زيارة رئيس الوزراء دعمت قوة مصر بحضور كبار مسؤوليها، وكان المشهد رائعا مع تجلي عظمة الأجداد وثروات مصر الطبيعية ونهضة أحفاد الفراعنة بمشروعات قومية تشق الجبال. ومتجولا رئيس الوزراء مع وزير التسامح يتجهان لزيارة جناح الإمارات، تاريخ قريب ونهضة جعلتها تستحق استضافة المعرض وفق تخطيط ورؤى اعتمدها أولاد زايد رحمه الله وصارت نبراسا لأجيال متعاقبة. وبكلمات تعبر عن المودة والتقدير وعلاقات أخوية صادقة اختتم رئيس الوزراء زيارته لمعرض دبي إكسبو 2020. عقول تصنع المستقبل ليس مجرد شعار أو كلمات بلا معنى، بل أصبح واقعا ملموسا في معرض دبي إكسبو 2020، لتتصدر مصر المشهد كالعادة بعقول جبارة تدرك أن ليس للمستحيل سبيل أمام إرادة مصرية قوية، وعقول نيرة تدرك أن المستحيل لن يجد على الأرض سبيل. من معرض دبي إكسبو 2020، حماد العربي، النيل. وأشاد رئيس مجلس الوزراء أيضا بالنهضة التي تحققها دولة الإمارات، وأثنى على تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة ومراحل التطور وليس فقط على إبراز نجاح الحاضر. هذه التصريحات جاءت خلال لقاء رئيس الوزراء بالشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد دعمه الكامل لتعزيز العلاقات والتعاون بين الإمارات ومصر لما لها من مكانة تاريخية في قلوب الإماراتيين، وأعرب أيضا بإعجابه ببناء أكثر من 20 مدينة ذكية جديدة في توقيت متزامن. أكد رئيس الوزراء أيضا أن الرئيس السيسي يتابع ملف التعاون مع دولة الإمارات بشكل دائم، وهناك توجيهات بتسريع وزيادة حجم التعاون في مجالات مختلفة حتى يرتقي حجم التعاون لمستوى الطموحات. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات. من جانبه أعرب الوزير الإماراتي عن رغبة بلاده في مضاعفة حجم التعاون بشكل أكبر من وضعه الحالي، وأكد المسؤولون الإماراتيون أن استثمارات الإمارات في مصر طويلة الأجل وتسعى لتحقيق تنمية مستدامة. لازلنا مع نشاط رئيس الوزراء اللي أكد خلال حضوره لفعاليات يوم المدن العالمي واللي بيعقد في محافظة الأقصر تحت رعاية الرئيس السيسي، إن مصر وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة الأجندة الخاصة بها لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. احتفالا بيوم المدن العالمي
دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته من الأقصر إلى تحفيز استدامة ومرونة المدن بالتوسع بالبناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية. ضمن تخطيط وتصميم مدننا المبادئ التي تعزز أنماط الحياة الصحية التي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية مثل المشي وركوب الدراجات والاعتماد على منظومات النقل الجماعي الصديق للبيئة. وأكد مدبولي أن مصر تضع ملف التنمية الحضرية في مقدمة أجندتها التنموية، مشيرا إلى أن الهدف الأول من الأهداف الثمانية الرئيسية لرؤية مصر 2030 هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، وذلك لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة. وأوضح مدبولي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل إلهاما لكل الدول في كيفية التصدي لإشكالية اتساع الفجوة بين المدن والريف بصورة متكاملة. بالنسبة إلى اهتمام الدولة المصرية بالبيئة، فتنص المادة 46 من الدستور المصري لعام 2014 على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها هو واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة. وتتضمن رؤية مصر 2030 هدف الاستدامة البيئية سعيا للحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وعلى هامش الاحتفال تفقد رئيس الحكومة يرافقه السيدة ميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تفقدا المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي وعددا من أجنحته الرئيسية الذي يضم الجهات المشاركة والشركاء الحكوميين ومختلف الشركات ومنها أجهزة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأجرى مدبولي حوارا مع العارضين واطلع على بعض المنتجات التراثية من صعيد مصر، معبرا عن تقديره للجهد المبذول لإعداد أجنحة المعرض وأهمية ما تتضمنه من سلع ومعروضات في إطار دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا. هشام حامد، النيل. فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحي للذكور والدفعة الرابعة من المعهد الصحي للإناث. والقائد العام للقوات المسلحة قام بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة والذي صدق عليه رئيس السيسي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحي للذكور، دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكي بشارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحي للإناث، دفعة مساعد أول شهيد منصور أمين علي سلامة. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وبدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية، تضمن عدة لوحات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ عروض المهارات البدنية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، حيث تضمن العرض الرياضي تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدني التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء.
وأعقبها عرضا لتنفيذ عدد من أنماط الرماية بالأوضاع المختلفة، أظهر المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين، وتلا ذلك عرضا للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة من خلال غرف المحاكيات، والتي توضح الأسلوب المتطور للطلبة والذي يراعى فيه إتقانهم للغة الإنجليزية، مما يمكنهم من استخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية بدقة عالية. كذلك استعراض الدور الهام الذي يقوم به التمريض في تقديم الرعاية الصحية والتطعيم لمجابهة فيروس كورونا، والدور الحيوي لعناصر التمريض بمبادرة حياة كريمة من خلال تقديم نموذج محاكاة لإحدى القرى التي يقدم لها خدمة طبية متميزة. أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضا فنيا وموسيقيا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغاني الوطنية، وفي أداء متميز وانضباط عسكري راق. قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريج المعاهد الصحية عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام، وفي لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دماؤهم الزكية بالثرى مصر المقدس. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانا بتضحيات شهدائنا الأبرار. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات، وذلك تقديرا لتضحياتهم الغالية من أجل مصر. تلا ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%. ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، والذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وردد الخريجون يمين الولاء. وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر الذي يسهم في الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الاحترافي وتخريج دفعات قادرة على استكمال مسيرة العطاء متسلحين بالعلم والمعرفة والانضباط الذاتي لتنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها. وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه التمريض في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة بمواصفات ومعايير عالمية تقدم العلاج الطبي المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء. مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة نفذ التجربة مصر 7، وتضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ لطاقم ركاب عبارة تعرض للغرق وعلى متنها 175 فرد من جنسيات مختلفة أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبة، وذلك باتباع كافة الإجراءات ومشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وأيضا تنفيذ وتعاون ما بين الجهات المختلفة. بننتقل لإعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة استقبال شحنة رابعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر بإجمالي أكثر من 3,060,000 جرعة من مطار القاهرة. دكتور خالد عبد الغفار وضح بأن الشحنة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر آلية كوفاكس بالتعاون مع ما يعرف بالتحالف الدولي للأمصال واللقاحات، وذلك في إطار خطة الدولة للتنويع وتوسيع عملية توفير اللقاحات للمواطنين.
بنبدأ مع حضراتكم الفقرة الحوارية الخاصة في هذا البرنامج وهذه الحلقة، وهبدأ مع الاجتماع اللي بيعرف باسم 5+5 اللي بيعقد في القاهرة منذ الأمس. الاهتمام بالملف الليبي واهتمام لا يستطيع أن ينكره أحد على القيادة المصرية، لأنه واحد من الملفات الأمن القومي التي لا يوجد فيها جدال، وأيضا تعاون مصري مع دولة عربية ودولة إفريقية هي ليبيا ومحاولة لتهدئة الأوضاع. ماذا تعني كلمة 5+5، وما هو الموضوعات الموضوعة على الأجندة الخاصة بهذه الاجتماعات؟ هو موضوع حوار مع ضيفي الكريم الأستاذ رضا شعبان، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، ولكن بعد عرض هذا التقرير.